بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيب محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه من سلسلة حلقات تأملات بهدي القرآن، وهي بعنوان الحكمة من إخلاص عملك لله عز وجل. فكبداية لهذا الموضوع، إذا تفكرنا في قول الحق جل وعلا في سورة الأنعام آية رقم 162، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فإذا تفكرنا في هذه الآية الكريمة، نجد بأن الله عز وجل يرشدنا بأن تكون كل أعمالنا في حياتنا وكل شيء تفعله يكون لله عز وجل، لمرضاة المولى عز وجل. يعني عندما تحب لله عز وجل، وهذا يعني بأنك تحب الشخص لأنه قريب من المولى عز وجل. أما أن تقوم بأعمالك لأجل المال أو المنصب أو أجل من البشر، هذا الشيء لا يعظنا به الله عز وجل. فاليوم في هذه المحاضرة سأبين إن شاء الله الحكمة من أن يكون عملك لله عز وجل. لماذا فرض علينا الله عز وجل أن تكون أعمالنا كلها لله عز وجل، لمرضاته؟ فإذا تفكرنا في هذا الموضوع، نأخذ مثل موضوع المال. إذا أنت تعمل عمل وتريد به المال، يعني يكون هدفك الأساسي من هذا العمل هو المال، فالمشكلة في هذا بأنه يصبح عندك جشع على المال وتصبح تريد المال أكثر وأكثر. فإذا كان عملك كله لأن تجلب المال وتحصل المال وتعمل تجارة فقط لأجل المال، يصبح هذا الإنسان جشع ويريد أكثر وأكثر. وهذا الجشع يمكن أن يؤدي بأنك تؤذي إنسان أو تبطش بإنسان أو تسرق إنسان أو تأخذ رشوة من إنسان أو تختلس جهة معينة لأخذ المال، فهذا يؤدي إلى انهيار المجتمع. فإذا كان هدفك في هذا العمل هو المال وفقط المال، هذا يؤدي إلى انهيار المجتمع، لأنك يصبح هناك جشع وبطش بالناس لأجل المال. أما إذا كان عملك لله عز وجل، يعني تقوم بهذا العمل ليس لتحصل المال أو الشهرة أو المنصب، ولكن لكي ترضي المولى عز وجل وتقوم بعملك بإخلاص ولأجله، فلا يصبح عندك جشع للمال. إذا أتى المال الحمد لله، لم يأتي الحمد لله، فيصبح عندك عبارة عن يعني يكون هدفك هو مرضاة الله عز وجل، وتكون واثقا بأن إذا عملت هذا العمل الذي يرضي الله عز وجل فإن الله سيعطيك. فلا تبطش بإنسان لتأخذ مال. فنلاحظ سبحان الله العظيم إخواني وإخواتي حكمة هذا الموضوع، بأنه إذا كان هدفك هو مرضاة المولى عز وجل فلن تبطش بإنسان ولن تظلم إنسان لأجل المال. وأيضا موضوع المركز والسلطة، إذا كان عملك لكي تأخذ مراكز وسلطة ونفوذ، فأيضا هناك خطر كبير جدا، ممكن تبطش بإنسان وتظلم إنسان لتأخذ هذا المنصب أو هذه المكانة، وطبعا شيء خطير جدا جدا. أما إذا كان عملك لإرضاء المولى عز وجل وليكون راضي عنك الله، فلن تسعى بظلم إنسان لتحصل على المركز. إذا جاء المركز الحمد لله، لم يأتي المركز فأنت تعرف بأن الله سيعطيك إما في هذه الحياة الدنيا أو في الآخرة، فيصبح مجتمع أفضل، مجتمع لا يوجد فيه ظلم بين الناس لتحصيل هذه الأمور. وموضوع الأجر، يعني كثير من الناس يعمل 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 يريد أن يأخذ أجر من إنسان أو من وزارة معينة، فالذي يحدث بهذا الإنسان بأنه إذا استقال أو خرج من هذا المركز يصبح عنده اكتئاب كبير جدا، لأنه كل حياته كانت يريد هذا المركز وهذا النفوذ. عندما يؤخذ منه هذا المركز فيصبح في حالة مزرية جدا جدا من الاكتئاب ومن الغضب ومن العصبية وكل هذه الأمور. لماذا؟ لأنه عمل هذا العمل يريد الأجر من البشر، فعندما أخذ هذا المكان وهذا المركز فأصبح في ضائقة كبيرة جدا نفسية. أما إذا أنت تريد مكانتك عند الله عز وجل، أن الله يرفع الدرجات بهذا العمل، فأنت تكون على ثقة، سواء خرجت من وظيفتك بقيت في وظيفتك، تعرف بأن الله عز وجل سيعطيك أجر ومكانة كبيرة في الحياة الآخرة، فأنت تكون مرتاح نفسيا بأن هذا الأجر سأخذه من الله عز وجل ولا أنتظر من بشر. أتى الحمد لله، لم يأتي الحمد لله. فملخص الموضوع إخواني إخواتي بأنه
أن يكون عملك كله لمرضات المولى عز وجل وتأخذ أنت أجرك من الله ومكانتك عند الله، هذا يؤدي إلى مجتمع صالح وإنسان في سعادة في هذا الحياة وفي الآخرة. لأنه هذه السعي والبطش وظلم الناس لأخذ المال أو المركز أو الأجر، هذا ينتهي إذا كان عملك خالصا لوجه الله عز وجل. ومن جدير بالذكر بأن المفكرين عندما يريدوا أن يصوروا مجتمع صالح والمدينة الفاضلة، أول شيء يخرجوا من هذه المدينة الجشع وراء المال وراء السلطة. مرة أخرى، المفكرين عندما يريدوا أن يبنوا يعني صورة للمدينة الفاضلة، أول شيء يعني كما قلت يخرجوا من هذه المدينة بأن الناس لا يبقى عندهم جشع على المال ولا على السلطة. الله عز وجل علمنا هذه الأمور، ومحمد عليه الصلاة والسلام علمنا إياها. لا سبحان الله العظيم، علمنا هذه الأمور ونرى الآن الحكمة بأن يكون عملك خالصا لوجه الله عز وجل، يذهب عنك هذا الأمر الجشع على المال وعلى السلطة، ويذهب عنك بطش الناس لأخذ هذه المراكز، ويصلح مجتمع صالح. فالله عز وجل يريد الرحمة بالناس. فنلاحظ إخواني إخواتي كيف أن تعليمات الله عز وجل كلها مبنية على الرحمة، سبحان الله العظيم. فعندما الله يأمرك بأن يكون عملك كله لله عز وجل، هذا مصلحة لك، ليحميك من الاضطرابات النفسية وظلم الناس وهذه الأمور السيئة جدا. نلاحظ سبحان الله العظيم مرة أخرى رحمة المولى عز وجل بنا ورحمة القرآن الكريم. ولمعرفة التفاصيل أكثر هذا الموضوع، رجاء التفضل بزيارة موقع شبكة إنترنت www.quran-miracle.com. يمكن التواصل مع طريق البريد الإلكتروني zquran@yahoo.com. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.